تتميز ولاية الطرف الجزائرية بشواطئها الخلابة التي تستقطب السياح من كل ربوع الوطن. هذه الولاية الساحلية التي تقع في أقصى الشرق الجزائري تتربع على عرش أفضل الشواطئ الجزائرية بشريط ساحلي طوله 90 كيلومتر. من بين هذه الشواطئ التي اخترناها لكم اليوم شاطئ الحناية والبلح التابعة لبلدية بريحان، والذي يبعدان عن وسط البلدية بحوالي 16 كيلومتر، لتجد نفسك تعيش داخل قصة مليئة بالمغامرة والعجائب تبقى راسخة في نفسك وعقلك لتحكى للأحفاد. ولي وصية صغيرة لكل سائح، اقتني معك كيس بلاستيكي للفضلات لتساهم معنا في نظافة البلاد.